انا مصطفى، حته الجمهور ده انا بتكلم عليها تحديدا ليه؟ لان انا لعبت في المصري فتره كبيره، يعني لعبت في المصري. اي فرقه كانت بتيجي تلعبنا اول ما بتدخل الملعب بتتخض من شكل الجمهور. طبعا 50,000 متفرج طبعا مستنين يتفرجوا على المباراه، ملعب فبيدينا مرعب طبعا. احنا الحافز اكتر وكده. خدنا ثالث دوري في الموسم ده ولعبنا افريقيا بعد كده. انا بتكلم ان اللعيب كمان الثبات الانفعالي لما يلاقي جماهير، وبعد كده اللاعب اللي بيلعب مثلا في المصري والاسماعيلي والانديه دي بينضم لمنتخب مصر وهو ما بيلعبش بجماهير اصلا في الدوري، يجي يروح منتخب مصر بيتخض لما يروح بيشوف يلعب جماهير، مثلا السنغال مع 100,000 متفرج، يروح بيتخض. يلعب يتخض. بتحصل مشكله على فكره، لاعبين كتير بيتاثروا بالثبات الانفعالي والضغط العصبي على الجماهير. ده الجمهور ده مهم جدا. انت حضرتك دلوقتي لو كل نادي بيلعب بجماهيره النتائج مش هتبقى متوقعه، ولكن لو انت عارف ان في ماتشين المصري هيتلعبوا في برج العرب، فانت بنسبه 90% الاهلي واخد الست بونت بس، هيتلاعب الاسماعيلي الماتشين في مش عارف فين، في الاسكندريه، فانت مضمون لانه خرج بره ارضه. لكن انت مش عارف، انت بتخرج المحله ضعيف جدا وبيكسب الزمالك والاهلي، ضعيف كسكواد يعني، مش اسماء محدش عارفها، مش اسماء بتلعب منتخبات، مش ما فيش منتخب اولمبي، ما عندهمش اتنين لعيبه في منتخب الناشئين، ما فيش حاجه. فلعيبه بسيطه جدا بسبب الجمهور، بسبب الحماس اللي انت بتقوله والثبات الانفعالي، انت ممكن تروح حتى كمان واخدين على الملعب. يعني الملعب حتى لو في حفره بيبقوا هم عارفين الحفره فين، يعني ملعبي زي ما اللي بيلعب في الجونه يلاقي مثلا ملعب هوائي وضيق، هو حافظ الملعب ده ويتمرن عليه كتير. فانت صح. بتروح هناك، ده دي ضريبه الدوري، ما انت لازم تروح تتاذي من الملعب ده وتتاذي من الملعب ده وتتاثر عليك من الجمهور ده، وتقول لك الجماهير اثرت علينا ففقدنا، فيفضل الدوري رايح جاي مش حتى عارف ما مين تلاقيش النادي اللي هو لما كان فيه جماهير كبيره ما تلاقيش فرق النقاط الكبير اللي بيساعدنا. بالظبط دلوقتي، لا لا ده دلوقتي متقارب، ده دلوقتي كارثه ان الدوري السنه دي بين الاهلي وبيراميدز 10 بونت، وبين بيراميدز والزمالك 9 بونت، ما فيش حاجه اسمها كده، ما من الاول والثاني 10 و10 و لا بقت يعني ارقام بقى القريب كله يعني كربسه النقاط بقت ايه؟ بشكل السلم الموسيقي بقى الضغط كله في الايه؟ في الانديه اللي بسرعه الهبوط، بقت الفرق البونت والاثنين دول في 10 فرق، والطبيعي ده يبقى فوق. يعني المنافسه الحقيقيه فعلا كانت في الهبوط، لان بقى المركز الاول محسوم من اول السنه، والمركز الثاني محسوم من اول السنه، الثالث والرابع كان الزمالك مع فيوتشر على الثالث والرابع. وغير كده كمان يا مصطفى، الانديه الشعبيه دلوقتي، يعني دلوقتي اي لعيب دلوقتي بيبقى عايز يروح نادي اول حاجه بيفكر فيها ايه؟ الفلوس. فلوس طبعا، هيروح لنادي فيه فلوس، مش هيلاقي عند الانديه الشعبيه فلوس، فهيروح لنادي مثلا شركات، هيروح لنادي لذلك النادي هيخلي برضو اللعيبه طموح اللعيبه نفسه، الرغبه في الفوز مش موجود، مش موجود. ولكن هيظل نادي الزمالك اللي عنده الاثنين، عنده فلوس حتى لو في حجز انت ضامن فلوسك تقدر تعمل. والنقطه الثانيه، الزمالك بيطور من اداء اللاعب بشكل مرعب. انت لازم اللاعب يفهم ان انت رايح للزمالك عشان، يعني مثلا اللعيب اللي اسمه عمر خضر اللي راح حسن فيلا، ده لعيب هو اللي اكتشفه كان لسه على الراديو اسمه عصام محمد تقريبا، وده الزمالك قال لك عشان يبقى نجم عين بقى. دي العين بقى. هو عارف كمان مين اللي هيطور اداءه. يعني محمد رضا بوبوف كان في اكاديميه الزمالك اللي هي في الشرقيه، هتبص للاسماء، شو امام عاشور كان مستواه عامل ازاي، بقى عامل ازاي، زيزو كان عامل ازاي، نيمار، كل اللعيبه، كل الاسماء دي عماله. بس زيزو كان ايه، مصطفى فتحي كان ايه، دي كانت صفر وبعدين اتطورت قوي قوي، والقيمه التسويقيه بتاعته بتعلى من 200,000 دولار 300,000 دولار ل 7 مليون و8 مليون دولار. يعني سيبك من الماركت، ترانسفير ماركت بيحط المينيمم، يعني زيزو مينيمم 5 مليون، لكن انت لو هتبيعه هتبيعه ب 7 8، فانت بص بيتضاعف 100 ضعف. فده نيجي نقول بقى اللي برضه للنجاح، نفس الجمله بتاعت استاذ محمد ضماطي اللي بيرد عليه برضه، نفس قصه، يعني الزمالك دخل مصر السيفيهات دي اللي بتطور كمان الاداء. الزمالك دخل ديف ماكاي من الدوري الانجليزي من زمان، التسعينات، من 30 سنه دخل ديف ماكاي، ودخل هنري ميشيل ضرب منتخب فرنسا وضرب منتخب المغرب، ودخل اوتوفيستر برضه منتخب نيجيريا. ديفيد ماكاي كسب الدوري وهو لاعب ومدرب صح؟ الدوري الانجليزي. وكسب الدوري مع الزمالك. كسب الدوري مع الزمالك، ده احلى دوري ده. تاني حاجه، انت عندك اوسوريو، طبعا اوسوريو مدرب عالمي من مصنفين، فريرا، جروس. طب اللي بيدخل المستويات دي من المدربين بيطور من الكره المصريه ولا لا؟ طبعا. اقول لك على حاجه غريبه، ان المنتخب مصر طول عمره بيجيب اسماء ملهاش علاقه، يعني العالم كله ما يسمعش عنها كمدربين، اذا كان رادوليسكو، إذا كان تارديلي، إذا كان جيرار جيلي، كل دي أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، ولا حد يعرف عنهم حاجة. حتى فايتسا ده كان في مقاطعة ليخنشتاين، حاجة كده، حاجة يعني هو ألماني بس يعني عمره ما درب حاجة كبيرة يعني.
انه بيقول على برضه النجوم، ولكن تخيل ان اول سي في قوي كان كوبر، وكان بنفاضل احنا كالزمالك، كان استاذ احمد امير مرتضى بيفاضل ما بين مين؟ ما بين كوبر وما بين فيريرا، واختار فيريرا كسي في اقوى، وقدم الملف بتاعه او المفاوضات بتاعته ان هو يدرب منتخب مصر، ودرب منتخب مصر. حازم امام اللي دخل كيروش وفيتوريا، حازم امام. فحتى بنتكلم على كفكر يعني.